ما غش تابعك انا كاع من انا نش بيني وبين شي هنا اخويا كاع ما كنعرف عينيك مضروبه عينيك مضروبه سير يعني شخص كيف ما كنت معنا مشاهدي قناه شاع انا شفت فيه شخص تعرض للعنف هنايا في وسط المدينه بالضبط في شارع دريس حريزي والان تدخل ديال عناصر الامن ورجال الوقايه المدنيه باش ينقلوا هذا الشخص للمستشفيات. هو هذا انا غادي يطلع مع سياره الاسعاف باش يمشي يتلقى الاسعافات الاوليه هنا بوسط المدينه. يعني الان غادي يحاولوا انهم ينقلوه يعني هو مع في حاله غير طبيعيه عرفت انه باش يمشي للمستشفيات. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على امل التقاكم مباشره ان شاء الله الى اللقاء.